مهم النهارده في اختبارات النادي الاهلي والاعداد الكبيره، لازم يكون معانا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي عامل شغل اكثر من رائع، كابتن خالد بيبو. مرحب بيك يا كابتن خالد على قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن اسامه، ومصحينك من الفجر النهارده عشان تبقى موجود معانا هنا من الساعه 6:30 الصبح، وبرحب بيك طبعا وبرحب بجمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. ما شاء الله، رغم الاعداد الكبيره جدا النهارده اليوم الثاني في اختبارات النادي الاهلي، حوالي 3000 4000 لليوم الثاني، ما شاء الله اعداد كبيره، لكن احنا مش حاسين بالاعداد الكبيره عشان في نظام، في سهوله في كل حاجه. الحمد لله يا كابتن اسامه، طبعا يعني النهارده عندنا العدد كبير شويه، طبعا كل ما هتكبر بالمرحله السنيه هتلاقي في الولاد طبعا بيبقوا عايزين يخشوا طبعا النادي الاهلي، والاقبال بيبقى اكتر. الحمد لله رب العالمين، يعني التنظيم ماشي بشكل كويس، وطبعا اشكر اولياء الامور لان السنه دي كمان الامور بالنسبه لهم هاديه، فابتدوا خلاص احنا بنقول لهم يا جماعه الولاد هنا وانت موجود في المدرجات تقف في الضله، فالدنيا ماشيه بشكل كويس رغم العدد اللي انت بتقوله كبير، انما احنا في 10 ملاعب شغالين، فده مدينا برضو مساحه ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس. طبعا يعني لا يعني لا انكر دور كاب خطيب ومجلس اداره ان هو وفر لنا ملاعب للاكاديميه هنا حوالي 16000 متر مسطح، يعني متهيأليش ان في اي نادي في مصر يقدر عنده المساحه دي يقدر يستوعب الكميات الكبيره دي من الاختبارات، فطبعا يعني ده حاجات بتحصل جوه النادي لازم برضه ان احنا ننوه عليها. ما اقدرش اعمل اختبارات للنادي الاهلي في مكان اقل من كده. من المتوقع ان في اول اسبوع يحضر حوالي 50000، ده المرحله الاولى قبل لسه ما تنزل المحافظات. والله بص، احنا زي ما قلت لك هنا احنا جاهزين ومستعدين طبعا، حلم النادي الاهلي موجود مع كل لاعب وكل اسره، واحنا شايفين الحمد لله النادي الاهلي يعني جمهوره بالملايين يعني، فكله طبعا عايز يبقى موجود في النادي الاهلي، كله بيحلم زي ما انا حلمت وانت كابتن اسامه حلمت، من حق كل ولد صغير وكل اسره مصريه ان هي تشوف ابنها جوه النادي الاهلي، واحنا موجودين هنا عشان ربنا ادانا يعني فضل من عنده ان احنا نبقى موجودين هنا دلوقتي في التوقيت ده، عشان يبقى في لعيبه تخش من خلالنا، واحنا يعني موجودين في المكان ده عشان نقدر ان احنا نختار لعيبه مميزين للنادي. من بدايه دخول ولي الامر واللاعب من بوابه النادي في سهوله في كل حاجه، بدايه من شراء الاستماره، بعد كده حتى جلوس ولي الامور في المدرج تحت مظلات مريحه جدا لولي الامر انه يقدر يتابع ابنه، كمان للولاد اللي قبل ما تدخل الاختبار قاعده برده في مظله ثانيه مستنيه ميعاد اختبارها، تنظيم رائع وتنظيم حلو، وناس اشتغلت يعني بتشتغل لاستقبال اولياء الامور قبل ما الاختبار يبدا الساعه 7، الناس متواجده من الساعه 5 الفجر. انا عايز اقول لك يا كابتن اسامه ان احنا تقريبا الموسم لضى مع الموسم اللي قبليه، احنا يعني تقريبا ما خدناش راحه. عندنا في فرق شغاله بتتمرن، يعني مش كل الفرق ريحت، فرق شغاله، واحنا الشغل الاداري ده ما بيبطلش. انت بتخلص الموسم بتعمل تقرير على الموسم اللي قبله وبعدين بتجهز الموسم الجديد، فاحنا عشان حضرتك تيجي تشوف الموضوع ده النهارده، ده كان في شغل كتير تنسيق مع اداره النادي اللي برضه بشكرهم لان هم يعني بيلبوا لنا كل الطلبات اللي احنا محتاجينها، فانت ما بتشتغلش لوحدك، دي منظومه هي اللي توفر لك كل اللي انت بتطلب وبتفكر، والناس بتساعدك عشان في الاخر ان اللي بيجي النادي الاهلي ده جاي للنادي لينا كلنا، فكلنا بنشتغل كمنظومه، انا ليا دور صغير وكابتن بدر ليه دور صغير، الاداره التنفيذيه ليها دور صغير، اداره النادي ليها دور صغير، كلنا في الاخر بنكمل بعض عشان انت حضرتك تيجي تشوف الصوره دي.